The two wires are connected together at A. If the force P causes point A to be displaced horizontally 2 mm, يعني هتروح 2 مم هتشدها معاه. Determine the normal strain, يعني عايز الإبسلون developed in each wire. واحنا عارفين ان النورمال سترين عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال L نيو ناقص ال L اولد، او ممكن نقول الدلتا L على ال L اولد، طول الجديد ناقص الطول الاصلي على الطول الاصلي. طيب ال L اولد اللي هي كانت AC او AB، الجذر التربيعي دي، لا نخلينا نحسب النيو لان الارض موجود عندنا 300، فنقول ده النيو على طول. هيساوي ايه؟ الحتة دي في الاصل كانت 300 كوساين 30، وهنا 300 ساين 30. يبقى ال الجديد عبارة عن ايه؟ عبارة عن 300 ساين، يعني 150، نقول كده 150 تربيع زائد 300 كوساين، الجذر التربيعي 300 كوساين 30 300 كوساين 30 ده 259.8 زائد 2 مللي اللي زاد تربيع. ناخد بقى الجذر التربيعي عشان نجيب الطول الجديد، هيساوي نحسب كده، هربع ده الأول، زود اتنين بعدين أربعه، بعدين أقول زائد 150 تربيع برضو، كل الكلام تحت الجذر التربيعي، طلع الطول الجديد 301.734 مليمتر. يفضل تاخد ديجيتس كتيرة علشان يعني يطلع دقيق شوية. ده النيو. طب وال L old كان ب 300 زي ما احنا شايفين على الرسم، 300 ملي متر. إذن الإبسلون هتساوي، يلا نحسب، 301.734 ناقص 300 على 300 يساوي ناقص 300 تقسيم 300 يطلع السترين 5.78 × 10³. طبعا ملوش وحدة، يونتلس. يبقى حسبنا الطول الجديد وادي الطول القديم، الفرق بين الاتنين دول ده اسمه الدلتا ال، الحتة دي كده اهو اسمها الدلتا ال، والحتة دي هي ال ال. يبقى دلتا ال على الفرق بين الطول الجديد ناقص القديم على الطول القديم الاصلي، يعني يدينا الاسترين.